عاش قبل ما يشطب. قبل ما يشطب بيقول لك من 7 إلى 9 والساعة دلوقتي 7:15. يلا مش قاعد في فرح انت يا اخوي. اديني ظبطتك جبتك انضف فندق في مرسى مطروح. ما شاء الله يا حاج. فندق ريو ده. ايوه تعال فندق نظيف يا حاج. خد لك طبق من هنا. ماشي يا حاج. هتشرب شوربه؟ لا ماليش في الشوربه يا حاج. ماليش في الشوربه. ايوه هتكل على مهلك عشان ده فندق 5 نجوم مش قاعدين الفرح بتبدل. حاضر حاضر. قول كده تعال بقى. كل واحد هنا بيغرف بنفسه يا حاج دوي. كل واحد هنا بيغرف بنفسه. ايوه ده اوبن بوفيه. تمام. السلام عليكم. هات اكلك وتعالي على الترابيزه. حجيك يا حاج دوي. الله يرضنا كثير. اخويا رز زمان ما اكلتش الاكل ده. خليني ارم عظمي. ما شاء الله ما شاء الله. كله اكل ده. ايه يا ابو؟ كمان. ايوه. عامل لي تشكيله بالمرة. اللقمة اللي حقولها حنفذ بيها. أهل الدين يا حسون. ما شاء الله ما شاء الله خير كثير. إيه ده؟ أمني حج الدول من عارف أكل. إيه ده كله؟ مش حاكل. خير ربنا كثير. إيه اللي جابه ده كله؟ مش الاكل كتير يا حاج دوي؟ ما انا عارف من الاكل كتير ليه حاط السمك على الفراخ على اللحم؟ هتاكل ده كله انت؟ ايوه حاطط يا حاج دوي. ازاي؟ حاطط واكلت نفسي. يا ابوي انت هتفضحنا كده يا ابوي. الاكل موجود على البوفيه ده اسمه اوبن بوفيه. تاخد الشوربه الاول وبعد كده تاخد السلطه وبعد كده تاخد لك شويه رز يا اخي معلقتين ولو جعت تجيب تاني يا اخي. ايه ده كله يا اخي؟ وانا ايش ضمني اللي هيقعد الاكل ده كله في البوفيه ده يا حاج دوي؟ ما في ناس جايه كتير يمكن يا خلاص. يا بهيمه ده ما يقعد. امال ايه؟ استنى 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 ليفضحونا. هيفضحونا هنا في الفندق يا اخي. ليه؟ وامبارح برضه في الفطار بتقول للراجل اللي شغال خد يا معلم انت قاعد في قهوه عباس هنا ومش عرفني بيقولوا لي هنا يا حاج دوي. هو شغال عندكم في بيتكم ده؟ اه قلت له تعال يا معلم. ايه يعني؟ في حاجه اسمها زوجة انت دي؟ الحقيقه ايه هعمل انا دلوقتي؟ ايه جايب مهبب وانت جايب السمك على اللحم على الفراخ يا اخي؟ يا اخي لازم يكون عندنا ذوق زي الناس الاجانب. انا البوفيه مفتوح. اخذ الحاجه اللي على كدي معلقتين رز معلقتين مكرونه وحته لحم اللي نفسي فيه. لقيت نفسي لسه جعان؟ ها؟ اروح اجيب تاني يا اخي. لكن بالمنظر ذاتي انا نتفضح قدام الاجانب؟ ما نجعل البوفيه حيخلص يا حاج. في ناس كثيره جايه نازله في الفندق يمكن يشطبوا الاكل. يخلص انت قاعد في حولي؟ في البلد؟ ما الاكل قاعد كتير يا اخي اسمه اوبن بوفيه عشان ما يبقاش منظرنا قدام الاجانب. فرق بالضبط. واحد صايع دخل شاف المنظر ده يقول علينا؟ ما يقولش حاجه يا حاج دوي. يعني ايه حعملنا؟ طبيعتي كده. ايه الهوايه اللي علينا وعلى ابونا انت؟ اكلهم دي مضوي يا حاج دوي. ها؟ يا ابوي انت هتخلص ده كله؟ على قد ما تروح يا حاج هيترمي؟ هنضلك علينا الرب؟ جو قوم ودي الطبق ده. قوم 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 تعال هعلمك ازاي تتعامل مع البوفيه يا هبيان. سعران يا اخوي وري. خد يا باشا. يا باشا معلش يا باشا احنا اسفين. لا يخرب بيتك
نفسك منك لله. تعال. ها حاضر يا حبيبي. تعال. على طول قدر تساعدك نفسي. تاخذ لك شويه سلطه هنا. ايوه ماني بالمعلقه هنا وفيها مش هيخلص يا اخي، لو خلص بيجيبوا ثاني. يعني هاخد عينات يا حاج دوني. مش عينات، تاكل قد نفسك وترجع نفس الاوبن بوفيه، يعني تاكل وترجع ثاني. حاضر يا اخي. معرب لي يا اخي السمك على الفراخ هبيان. مش لاقي اكل؟ تعال ادي تعرف كده، ادي اخذنا معلقتين سلطه على كتفنا، تعال اوريك. انت بتاع فنادق انت؟ انت بتاع دواوين؟ عايز تاكل في الدواوين؟ تعال. وادي تاخذ لك معلقتين رز على كذا. زي الناس الاجانب. فيها حاجه دي؟ معلقتين رز. ما انت لو عزتها لو لسه جعانها ترجع ثاني. تعال وادي معلقه اخضر. نفسك في حاجه ثانيه؟ شويه بطاطس. مفيش حاجه اسمها شويه بطاطس، مش قاعد في السوق انت. ادي حتتين على كد نفسي. حته. وترجع تاني برضه بدل الاكل يا اخي بيقعد يا اخي. هي خساره على الفندق وخساره ونعمه ربنا نرميها يا اخي بالزباله. هتاكل سمك ولا فراخ؟ ما ينفعش اثنين. ليه اثنين؟ ليه اثنين؟ خلاص هات يا حاجي. فراخ؟ هات لي فراخ يا حاجي. هذه حته فراخ. خلصتها ولسه جعان، تعال خذ لك حته ثانيه. حاضر يا حاجة. شفت كده منظر الطبق بجزاي قدام العقال؟ يشيك ازاي على الترابيزه؟ كل لسه جعان وحتى والله صح يا حكيم. ها؟ والله كلامك صح. كل بالراحه كده زي الناس اللي كانوا. خلي بالك انت كده يعني. لا يخرب بيتك، دايما فضحني في كل مكان. ده واخد على الكمونية انت. عايز تاكل لحمة راسي. بس بقول لك يا حكيم. خلينا قانون في الفندق ده. خلينا كام يوم نقعد في الفندق ليه؟ بس انت اتعلم الاتيكيت وخليك ناس اصحاب الفندق ديل ناس كريمين قوي. وعايزك تقلع البقيه دي اللي لابسها لك ثلاث ايام. كلامي طلع صح؟ اي والله كلامك مظبوط يا حاج دوم. والله كلامك مظبوط. يبقى دائما تسمع كلامه ولا تسمعوش؟ لا والله اسمع. والله كان الاكل ده كله حيترمي بتاع الطبق الاولاني. امال ايه امال ايه يا عبد الناصر؟ يعني لازم نتعامل احنا، بتشوف الاجانب بيتعاملوا ازاي في البوفيه؟ احنا نتعامل زي الاجانب. مش حط ده وعبي الاطباق ومنظرنا بيبقى وحش قدام الاجانب. ايوه عندك حق يا حاج. انا البوفيه مفتوح قدامي يا ولد، شفت منظرك من ازاي وشبعت؟ كملت الاكل؟ طبق وكملته. طب ليه الاكل يترمي في الزباله؟ ومنظرنا يبقى وحش قدام الاجانب ونحط العيش على الرز على المكرونه على كل حاجه؟ ينفعش الكلام ده؟ فراغك لو عملت الموضوع ده ثاني مش هجيبك اي فندق. لا 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 يا حاج برضه؟ اول مره واخر مره. انا قادر اروح انزلك في شقه في مرسى مطروح، بس كنت عشان يتفسح نزله في فندق ريو. ده بتاع الحاج نزل فندق ريو ده. ايوه من احسن الفنادق في مرسى مطروح. ايوه صح. هيك شايف انت العزه اللي انت فيه. ما شاء الله ما شاء الله الله يكرمك. تشرب ايه؟ انا حابس ب 50 شاي. انت حابس؟ بقول لك يا اخي بطل الالفاظ دي. انت حابس ب 50 شاي؟ يا اخي بطل. لو سمحت لو سمحت عايز شاي هنا عشان انت قاعد في فندق، الفندق نظيف مش قاعد في قهوه انت 50 شاي هنا. خلاص حاضر يعني. يلا يا حكوم. عايزك تتعامل كده باتيكيت شوي. حاضر يا حكوم. عشان الفندق فيه اجانب. حاضر.
حافظ على نظافة الغرفة عشان العيالات بقى ينظفوا برضه. تمام. اه اوضتنا اه. لا لا يا عم اوضتنا هنا. ايوه يا ابوك. ايه ده؟ ليه نور الغرفة شغال؟ ما انا عملت لك حكاية امبارح. عملت ايه؟ قلت احنا مش بنسلم الكرت تحت. والتكييف ما يفصل. ايوه. روح جبت لك كرتوني. كرتوني ايه؟ كرتوني. قصيتها وحطيتها مكان الكرت. زي ما شغال زي ما انت شايف. طب وليه عملت كذا؟ عشان يبقى التكييف شغال ومسقعوا الاوضه. كرتوني بدل الكرت؟ ايوه. عشان التكييف يقعد. طب وليه التكييف يا ابوي يقعد شغال في الفندق واحنا ما قاعدينش في الاوضه؟ انه عشان تبقى مسقع يا حدول. وانت عامل نفسك يعني عملت الاختراع اللي ما حدش عمله؟ ايه الهواء اللي علينا على ابونا يا اخي؟ ما نخترعش يا اخي، مخنا ما يشتغلش غير في الحك بس يا اخي. ليه كده الكرتون حطها وكده؟ ايه ده يا ابو ده؟ ايه الهواء اللي علينا؟ لما هدومك ليه حدول؟ لما هدومك بقول لك علي نعمه بنعمه ربنا ما هتقعد يا شيخ في الفن. خلاص يعني حدول؟ انت خربت بيتي يا اخي، انت خربت بيتي. كل دقيقه تطلب يا اخي في الحاجات والحلم، خربت بيتي يا اخي. انت بتاكل فايش في البلد. لم هدومك، لم لم هدومك ونبطل. الله يلا ايوه افتح شنطتك. افتح امري لله. انت وش فنادق؟ يلا يلا هنعمل هنعمل هنمشي امري لله. اطلع اطلع يا اخوي اطلع 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 اطلع. لك حاجه تاني؟ ما يلا قول يلا يلا ماشي اطلع ماشي.